جديد من كتاب نشاط للثالث ابتدائي English for Iraq Third Primary Activity Book Page 20 and Page 21 من Unit 1 Lesson 7 من الوحدة الأولى الدرس السابع. قبل أن أبدأ درسنا لهذا اليوم أرجوكم اشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات وضغط زر اللايك لدعم القناة. درسنا لهذا اليوم هي عبارة عن مجموعة من التمارين. التمرين الأول عندنا Read and Tick، اقرأ وخلي صح. عندك جمل قصيرة وعندك رسومات اثنين. راح نقرأ الجملة ونشوف شنو نريد من عندنا، بعدين نخلي صح إما هنا أو هنا بهذه المربعات الموجودة. يقول لك short hair، short hair، short قصير، hair شعر، short hair شعر قصير، ياهو شعر قصير short hair، this one or this one، أكيد هذا short hair. small mouth، عندنا الماوث الفم، فم small صغير small mouth، يا هو هذا small وهذا small، هذا big mouth، لكن هذا شنو small mouth. عندنا big eyes، big eyes عيون كبيرة، هاي big و small، هذه big وهذه small eyes، فإذا هاي big eyes. اللي بعده يقول لك long hair، long hair، long طويل، hair شعر، long hair شعر طويل، يا هو هذا أو هذا، أكيد راح يكون هذا long hair. اللي بعده big ears، big ears أذانات كبيرة، يا هي هاي البيج لو هاي، هاي big وهذه small، big ears. نعم أعيد مرة أخيرة، short hair، small mouth، big eyes، long hair، big ears. عندنا page 21 صفحة 21 يقول لك write، اكتب ذني، ذني الحروف عبارة عن حروف مخربطة، اطلب من عندك كتابتهن او اعادة كتابتهن مثل ما تعلمنا كتابة الحروف. اللي بعده الاي، لكن احنا شنو نلفظه ا بهالطريقة يكتب ج ا ج ا ج ج. اللي بعده د و اي هنا دبل اي عندنا بهذه الطريقة. اللي بعده ج ا د ج F T T F T F و عندنا الك ال و الك ايضا السمول. هذا ما عندنا ب page 21 صفحة 21، عندنا page 22 صفحة 22. عندك تمرين جديد يقول لك funny face game، الوجه المضحك، حاول ترسم play. أول شيء يريد من عندك hair eye nose ear mouth miss a turn، يطلب من عندك ترسم شعر، راح نرسم hair. بعدها يريد من عندك اي، اي بعدها نوز، نوز بعدها
Ew. بعدها اريد من عندك mouth. اخر شيء يقول لك مس تيرن يعني عدي دور مثل ما شفت. من عندنا نرسم فاني فيس جيم. فاني فيس جيم اللي هو الوجه المضحك. عندنا التمرين اللي بعده لوك سي كفر رايت اند تشيك. هذا تمرين جديد بالنسبه لكم، راح نلعب بهاي الطريقة. عندك أول شيء مجموعة من الكلمات، ثلاث مرات يطلع طالب من عندك كتابتها. بالمرة الأولى تقدر تنظر إلها وتكتب، بالمرة الثانية تغطيهن وتكتب، لكن في حال نسيت حروف ما عرفت تكتبها تقدر تنظر تشوف شنو اللي فوتها وتعيد كتابتها. بالمرة الثالثة تغطيهن كلهن نهائيا ما تنظر و تعيد كتابتهن. is بعده have اذا نسينا شيء نقدر نباوع، اذا ما نسينا ما يحتاج نباوع. بعدين نغطيهم كلهم ونكتب have. اللي بعده has what وآخر شيء what. بهاي الطريقة اسم التمرين look انظر، say ردد، cover غطيهن، write اكتب، check افحص الإجابة مالتك. فأول شيء is نظرنا لها اسمها is رددناها is. بعده have has what ذني الكلمات cover مغطيهن ونكتبهن. هنا نكون وصلنا لنهاية درسنا. في نهاية الدرس لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الانبهار وضغط زر اللايك لدعم القناة. إلى اللقاء في درس آخر.